الشريع كتلقى مع شي واحد السيفلان حقا علاش البيض غالي. راه البيض غالي ماشي مولاه اللي غلاه ولا بيع شري اللي غلاه، راه المواد الاساسيه هي اللي غلات البيض. الارتفاع ديال البيض هذا العام ماشي هنا كون الارتفاع ديال العلف هذا العام هو المشكل اللي كاين هذا العام، ماشي الارتفاع ديال العلف، انه هو باش تلقى العلف ديال الدجاج زاد فيه 50% والبيضة 95 درهم، راه لا يعقل. البيضة اليوم راه كتقام على مولاها ب 90 فرانك اللي كينتجها، عاد شوف بيع الشراي اللي كيجيبها الوسيط ديال الشاحنة اللي كتنقل من الفيرمات للسوق، عاد المولديطاي اللي غادي يبيع شنو. البيض لهاد العام راه ما فيهش البيع وشرا، ما فيه الربح، ما فيه حتى حاجه لا بالنسبه للي كينتج ولا اللي كيبيع وشري فيه. ان هو الربح اللي كاين رد العلف، المواد الاساسيه ردوا كل شيء، ما خلاو حتى حاجه. هاد الثمن اللي كاين دابا الا ما كاينش تقبل النظام ما غاديش تبقى حتى الدجاجه في المغرب، باش المواطن يعرف هاد الشيء. ان هو المواد الاساسيه راه ما خلاتش لشي واحد فين يدور، باش ما يقولوش يبقى البيض بدرهم يقول لك علاش البيض داير درهم، ولكن علاش العلف داير 4 دراهم من 2 دراهم من 4 دراهم. هنا فين فقط المشكل، ملي كان العلف ب 2 دراهم وب 2 دراهم و 50 البيضه كتقام 72 فرن، اليوم البيضه راه ب 90 فرن. والدجاجه اللي كنربيو بالصغور ديالها باش توصل للبيض ب 50 درهم اليوم كتقام 65 درهم. وهذا الريفون شحال كيتباع اليوم؟ كيتباع ب 2 دراهم ونص الكيلو، 5 دراهم من البياسه. باش نوضحوا للشعب يعرفوا يعرفوا المشكل ديال هذا البيض كيفاش. راه 60 درهم ديال الدجاجه اللي كتخصنا، الدجاجه اللي تربات كتطلع ب 65 درهم كنبيعوها ب 5 درهم كتبقى لينا الدجاجه ب 60 درهم، راه تقريبا كدينا 20 فرنك في كل بيضه. ملي كنديروا الماكله 60 فرنك ديال الماكله وزن كنزيدوا على 20 فرنك ديال الدجاجه كتوصل 80 فرنك، كنزيدوا على 10 فرنك في الخدام والكارتون والضو كنوصلوا ل 90 فرنك. هذا باش نوضحوا لاي واحد ولا واحد اللي كيعرف هذه المهنه وكيعرف هذا القطاع يحسب باش يعرف شنو فين غادي. الدره كانت كتجيب 2 دراهم درهم و80، الدره دابا راه 3 دراهم و50، السوجه كانت ب 4 دراهم اليوم راه ب 6 دراهم. المواد الاساسيه غلط من برا جات. كيتزاد على حسب الطلب ديال الناس، مع شعبان كيتقداو الناس كيوجدوا رمضان وداك الشيء، هذا الشيء كيكون عليه الطلب شويه، هادشي علاش كيطلع عليه الاثمنه ديالو شويه. وانت بالنسبه لك واش هادشي شي كرو ولا تتبيع بالتقسيط ولا؟ كنديروا الكرو والتقسيط، نبيعوا بالكرو والتقسيط. شحال الثمن تاع الكوربه دابا تاع البلدي؟ ديال البلدي دابا كدير 38 57 درهم، 38 فرانك 38 ريال البيضه. ولكن انا سمعت دابا قال لي شي واحد قال لي 55 درهم. كاين على حسب، كاين جوج مناطق ديال البيض، كاين البلدي وكاين ديال الشوا كنقولوا ليه براني، هاد ديال الدكاله كيكون شويه الثمن ديالو طالع على شويه ديال الاخر، يكون بيناتهم واحد 5 فرانك حتى 10 فرانك. الرومي شحال دايره؟ الرومي كنبيعوا بالجمله دابا ب 92 حتى 95 وبتسقيط درهم ل 21. الكوربه شحال تقريبا تاع الرومي؟ كتقتل دابا 30 درهم، كتقتل 700 570 ريال. بالنسبه للارتفاع تقدر تعزيه لجوج ديال العوامل. العامل الاول هو ان المشاكل اللي كيواجهوها ارباب الضيعات، زياده في العالف، بعض المشاكل يعني في التربيه، التكلفه ديال التربيه اللي غاليه، وتقدر تعزيها لشيء اخر هو ان كاينه الظرفيه، الظرفيه اللي هي ديال رمضان اللي معروفه ان من العام لعام انك كيتزاد في الظرفيه. هذا هو يعني هذه جوج ديال العامل الاول هو الظرفيه ديال رمضان، والعامل الثاني كاينه مشاكل بالنسبه للمربين انهم لاقين مشاكل، لاقين مشاكل اللي ساهمت في الطلوع ديال البيض هذا العام. ولكن علاش هذه الايام الاخيره كلها كان ثمن البيض منخفض وقرب رمضان تيتزاد علاش؟ غير هو الشيء هو الا بغينا نهضروا على الثمن ديال البيض بالنسبه للزياده ديالو بمعنى الاجمالي. المعنى الاجمالي الزياده ديال البيض في المغرب راه ما غاليش. البيض في المغرب كيدير درهم. وكنا تطرقنا لواحد المساله ذاك النهار هي ان الى رديتي الثمن ديال البيض، الثمن ديال البيض اللي كان 40 عام هذه باقي دابا، الثمن ديال البيض اللي كان في الثمانينات انه كان كيتراوح الثمن ديالو من 10 ريال درهم هي اللي باقا دابا. الى رديتي ان الثمن ديال الحوت كان راه الثمن
فاش كرتصافي الحوت كان كيدير 20 درهم بالصولات، دابا كيدير 60 70 درهم، اللحم كان عاد 30 درهم، راه داير 80 درهم، باستثناء الدجاج والبيض. الدجاج والبيض هادو اللي الثمن ديالهم ما عرفش ارتفاع نسبة ديال 40 عام. الدجاج كيلعب من 10 درهم ل 20 درهم، والبيض كيلعب من 10 ريال درهم، يعني الارتفاع عندهم فين هو؟ مقارنة مع دول أخرى أن الثمن هذا راه ما كاينش. وربما كنقول ربما أرخص مادة في المغرب هي البيض، لأن الثمن ديالو 40 عام هذه ما عرفش تطور، ما كاينش يعني. إذا جيت تشوف الناس اللي كيعرفوا ديال الثمانينات أنهم كانوا كيشروا البيض ب 18 ريال 19 ريال درهم فرندان، ولحد الآن هذا الشيء اللي كاين. يعني هذا الارتفاع اللي كنتكلموا عليه حنا فين هو؟ خاص يكون ارتفاع باش نطرحوه، يكون المشكل ديال الارتفاع كاين نطروح باش يعني باش تناقشوا عليه.